قال المستشار النمساوي سبستيان كارتيز إن جرعات لقاح كورونا لا يتم توزيعها بشكل عادل بين دول الاتحاد الأوروبي. وقال المستشار النمساوي أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وقعت عقودا سرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأضاف أن جرعات لقاح كورونا لا توزع على دول الاتحاد الأوروبي وفقا لعدد السكان، كما دعا لمزيد من الشفافية بهذا الشأن.